تعالوا نعمل نشوف مع بعض مقادير طبق الفراخ اللي عملوه النهارده بتكنيك عالي من الخبره، علشان كل المبتدئين في المطبخ يعملوا السويت اند صور بطريقه سهله وبسيطه، سواء مع جمبري، سواء مع فراخ، سواء مع لحمه حسب الرغبه. صدور فراخ، هريسه حلوه، صلصه طماطم، مستارده، صويا صوص، خل، عسل نحل وسكر، زبده وتوم. حلو قوي. اناناس اختياري، لو احنا عايزين طعم الاناناس، لو احنا حابين طعم الاناناس نحط اناناس، مش عايزين اناناس ما نحطش اناناس. معانا المقادير على الشاشه، صور لا تتعدى اصابع اليد العشره، ولكن المطبخ جميل، طعم تاني، الاولاد بيحبوا ياكلوها بره. تعالوا نعملها مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. صدور فراخ طازه، ومعانا الهريسه الحلوه وصلصه الطماطم والمستارده والخل والصويا صوص والعسل النحل، ويجعل ايامكم عسل ان شاء الله. قولوا امين وانتوا قاعدين بتتابعوني. معانا التوم والزبده، ونشوف نعمله مع بعض ازاي. ما ننساش في المقادير معلقتين من النشا. ليه نشا يا مغازي؟ علشان قوام السويت اند صور يبقى له شخصيه. هنمسك الفراخ بتاعتنا ناخدها نقطعها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي، الله يرضى عليك. ما ينفعش، بيقول لي ينفع نعمل الفراخ دي فراخ سليمه، يعني فراخ هوبر؟ مش تبقى حلوه يعني. السويت اند صور دايما يحب الفراخ اللي هي ايه، الحاجه زي السمك، حاجه فيليه، سمك فيليه او فراخ فيليه يفضل يعني. ولكن لو انت حابب تاكلها فراخ، تجيب الفرخه تقطعها على 8 والجو ده كده، مش هتقول لا. انا الموزه دي بحب اخليها سليمه بصراحه، يعني بستحرم اجيب السكينه عليها، لان هي حلو، شكلها حلو، بحب كده ايه. ولو بتعملها كريسب بتبقى حلوه قوي. فانا هعملها دلوقتي بالصلصه الذهبيه، فانا عايزها بصراحه بشخصيتها كده حلوه. وناخد بقيه الفراخ دي كده، ده شكل. ممكن تقطعيها كده اختياري، ممكن تقطعها مكعبات اللي هي كريهات بيسموها اهو. بس انا ليا هدف اقطعها كده، الاولاد يحبوها بالشكل ده كده، عشان انا عايز اعمل تركايه حلوه كده هتعجبك دلوقتي حالا. لو انت عايز تقدمي بقى عين جمل مكسرات، فقطعها ايه، مربعات بالشكل ده كده زي الفل. التقطيع دي مهمة جدا، بتقطعي فراخ أو سمك فيليه لازم تكون التقطيع واحد، عشان عملية التسوية تبقى واحد، ما تبقاش واحدة مستوية واحدة مش مستوية. الفراخ اتقطعت بالشكل ده كده، بحطها قدام عينيا، والخبرة الطهوية بقى تعمل إيه؟ الفراخ دي لازم يبقى لها طعم ولها كريسبي كده. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هناخد التوم الطازة ده كده بنحطه هنا. مدرسة المغازي بتقول لو استخدمت الصويا صوص في التتبيلة بترفعي ايدك عن الملح. ده صويا صوص، ولازم تجيبي نوعية جيدة ما تستخسريش فيها بالشكل، لازم تشمها تلاقي ريحتها كده معروفة. الصويا صوص اهو بالشكل ده كده، حطيتي صويا صوص، ما تحطيش ملح، معلقة مستردة صغيرة، المعلقتين النشا بتوعي، ايوه، تحطي زيت، وبايدي كده بقلبهم كويس. تاني عملت يا شيف توم طازه، عايزه تحطي جنزبيل اهلا وسهلا، بس الجنزبيل بيديله حامض شويه، وانا مش بفضل الجنزبيل في السويت اند صور، افضله في المطبخ الصيني مثلا، تشاينيز، نعمل تشيكن تشاينيز، بيف تشاينيز. شايفين الفراخ اتغلفت اهي، بقى شكلها ملمس الشكل الحلو ده كده. طاسه شديده الحراره، بنحط فيها شويه زيت، زيت تحمير عادي يفضل مش زيت زيتون، وننزل، ولازم تكون الطاسه سخنه. وناخد الفراخ بتاعتنا دي يا عم الشيف ننزل بيها في قلب الزيت، واحده واحده، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى ميزه الخلطه اللي انا عملتها بالمعلقتين النشا
الفراخ دي هتاخد كفر كده وشكل لطيف قوي. لما اعمل السويت اند ساور دلوقتي بمدرستي ونحطه على الفراخ دي هتلاقي اللون الذهبي للفراخ. طبعا المطبخ وتنظيمك للمطبخ ووقفتك للمطبخ مهم جدا. لو لاحظتوا حاجه دايما بيسالوني هتبدا بايه يا شيف؟ بدات بالكبسه، لان الكبسه هنا عايزه وقت تاخد راحتها على النار، والرز يتعرف على الكوسه والبتنجان والبطاطس والتوابل، كل ده محتاج لوقت طايم تقريبا مش اقل من نص ساعه. فانا حطيتها على النار وشام ريحه حلوه قوي على فكره، ريحه البهارات، لان الشيف المغازي عمل تركايه لطيفه، حط البهارات على السمنه وسابها تتحمر شويه، فقامت السمنه يا اخوانا شربت من التوابل والبهارات، اصبح الرز لما يتقلب مع الخلطه دي الرز ياخد طعم البهارات، لان انا ما عنديش شوربه فراخ ولا لحمه اغليها على النار وتبقى الشوربه فيها طعم البهارات. فانا عملت طبعا التركايه دي علشان اضمن ان الكبسه تبقى واخده الطعم العربي. اصل هي مش قصه ان انا احط شويه بهارات ناعمه وخلاص على وش الكبسه واقول دي كبسه، لا ده رز بس رز بالخضار. هنسيب الفراخ دي تستوي، ما تستعجلش عليها خالص وما قلبهاش، يعني ما تفرحيش انك عملتها كده بقى ولقيت كل شويه تخبطي بالسكينه في قلب الطاسه وعلى حرف الطاسه وتقولي ان انا ايه عاملها، خالص سيبيها زي ما هي. نمسح الطاسه بتاعتنا دي كده عشان الصوره تبقى حلوه، ده الطبيعي، واغطيها. بس خلاص، تعالوا مع بعض نعمل السويت اند ساور بتاعنا واحنا شغالين. طاسه شديده الحراره على النار والكبه، حلو قوي. تعالوا شوف هنعمله مع بعض ازاي، وخاصه للمبتدئين في المطبخ. عايزين نعمل السويت اند ساور يا مغازي مع سمك بيبقى طعمه حلو، مع جمبري بيبقى طعمه حلو، مع فراخ زي بتاعه النهارده بيبقى طعمه حلو، مع لحمه تتقطع وتتعمل بيبقى طعمها حلو. تعالوا نشوف ازاي سريعا كده. في الكبه الحلوه دي كده وفي الخلاط بنفس المعلقه اللي كنت شغال بقى من شويه زي ما هي كده جامده، مش قصه بقى معلقه وغسيل والجو اللي احنا عارفينه. زي ما انا شغال باخد التوم ده، توم طازه، الله، بحط على التوم ده يا شيف، شفتوا بقى التركايه، سنه شبت صغيره كده، دي مدرسه بتاخدنا في حته سنه، بشوفت يعني لو انت فرمت شبت هو نص عود شبت، معلقه كاتشب، معلقه هريسه حلوه، كله في قلب الكبه، بصله معانا هنقطعها في قلب الخلطه دي، سكينتنا عشان ناخد العصير بتاعها. زي ما هي كده ينزل على قلب الخلطه دي كده، كل دول مع بعض يا شيف، انت تضربهم في الخلاط او في الكبه زي ما انت عايز. حلو الكلام، حلو الكلام. ننزل بشويه صويا صوص وفي قلب الكبه، وعلشان تبقى سريعه الخفق بنحط شويه ميه وفي قلب الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني عملت ايه يا شيف؟ مخرجنا بيقول لي معلش قول تاني. حطيت معجون طماطم او كاتشب، حلو قوي، وحطيت كمان بصل، وحطيت سنه شبت صغيره بطرف اصابع ايدي، وتوم طازه، كل وصويا صوص، كل دول في قلب الخلاط، وهنضربهم كلهم مع بعض كده بوريه. طبعا الفراخ بتستوي. خلص الكلام، هناخد الخليط الحلو ده كده ومعانا مصفى ناعمه جدا، ركزي معايا بس، مصفى ناعمه جدا والطاسه او الحله الصغيره اللي انا هعمل فيها السويت اند ساور. ومدرسه المغازي بتقول ايه؟ منكم واليكم. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا مغازي، معلقه صغيره اهي، هو ده. وناخد الخلطه دي كده العب يا سمك ونقلب لغايه لما ده كله يصفى مع عينيا. حالا دلوقتي انا عارف انت عايز ايه، تجيب التفاصيل الحلوه دي كده. اخد البهريز ده
انا هعلمك تصفيها كلها دلوقتي. مصفى ناعمه، ما عندكيش المصفى دي ما توقفيش بقى وتقولي طب انا عايز كان نفسي اعمله. طب اجيب مصفى منين دلوقتي؟ شاشه، مش شاشه التلفزيون، لا شاشه قماشه يعني، شاشه او منديل بتاع مطبخ، وتحطيه في اي مصفى عندك وتحط عليه الخليط ده كده وينزل معاك. واعتقد دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه حلوه، وفري من مصروف البيت ايا كان بقى عشان ما نخشش في متاهات، وجيبي كل شهر حاجه، اسبانيوله زي اللي في ايدي كده مره، مصفى زي اللي في ايدي دي مره، حله صغيره تعملي فيها الصوصات دي مره، زي ما انت حابه كده. عايز اجيب شويه ميه عشان ازود اخد الطعم اهو. زمان شغال، بص بعمل ايه، بعمل ايه. بص وصفي تاني لغايه لما اعصرهم كويس. اخد عصير البصل، عصير الفلفله الحلوه، عصير الثوم. ده ما يبانش قدام عينيا، تبان ان هي الصلصه الذهبيه كده بتبقى لونها شفاف حلو. خلاص مش عايز دول انا بقى، تمام زي الفل، ما لهمش مكان بينا. نقلب كده، شفت الجو ده كده؟ زي الفل يا عم الشيف، زي ما هو كده. وننزل بالعسل يا شفيق، هو ده. هو ده، ونقلب. مش هي دي الصلصه اللي بتشوفها؟ معاك حق والله، ما انا لو بتابع الشيف المغازي وقاعد من ضمن المتابعين دلوقتي بقول الصلصه دي بيبقى لها قوام كده بيبان على ظهر المعلقه، برفع منها بحس ان هي صلصه كريمي. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ قول لي نعمل ايه؟ قول لي نعمل ايه يا خبير؟ كل القصه ان انا بجيب معلقتين نشا بدوبهم في شويه ميه وانزل بيهم على الصلصه دي كده. خلونا ننزل بقيه العسل ده كده زي الفل، تمام. واجيب بوله صغيره معانا نشا. الفراخ بتتحمر مش قلقان، نبص عليها كده، نشيل الاول ده من هنا كده عشان ده بزعل مخرجنا. وانا واقف زي الباشا، تعال الفراخ اخبارها ايه؟ بص على الفراخ كده، بص على الحلاوه. متقلبش كتير. زمان انا بقلب كده. بس تاني. واغطيها. ليه بتغطيها يا ابو غازي؟ لما باجي اغطي الفلاير بتاعي او مكنه القلي بعمل عمليه احتباس لدرجه حراره الزيت للحاجه اللي بسويها، حلو، وبتدي معايا كريسبي وتطلع معايا بسرعه. خلونا نغطي الفراخ بالشكل ده كده. في تركايه هنا لشخصيه السويت اند صور، خلينا ناخد بعدنا فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع للتركايه الحلوه اللي هي سر نجاح السويت اند صور مع التفاصيل اللي احنا شفناها مع بعض. وخلونا نشوف مع بعض الكبسه الحلوه اللي بتتكلم عربي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هنا حبايبي فرسان التلفزيون المصري. لحظه ولاده السويت اند صور. من مدرسه المغازي. الطريقه السهله البسيطه. واقلب والقوام في ايدي. ما تقلبوش بشاميل وحياه ولادك. بس خلاص. حلو قوي، هو ده القوام زي الفل. هناخد الصلصه الحلوه دي كده. يلا يلا. هو ده الصوت ده رايح على فين؟ هو ده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ عايزه طبق حلو دي. دي لازم طبق بيتكلم مصر. هو ده. يلا. اللهم صل على النبي. مهم جدا لما اعمل اكله حلوه بالشكل ده كده. ايه الحلاوه دي؟ يلا. الصوت لسه مازال مستمر، والحديث عنه مازال مستمر. الشكل لون ذهبي، جه منين يا شيف؟ في الكبه. حطينا كاتشب، حطينا هريسه حلوه،
حطينا بصل، حطينا توم، حطينا سنة شبت صغيرة. والكل يتساءل الشبت هنا اللي بيعمل دوره ايه؟ دوره بيكسر الحلاوة بتاعت الصوص ده مع الطعم. والله اختياري. ممكن بتشوف عليه سمسم في بعض المطاعم، بتشوف عليه عين جمل في بعض المطاعم، بتشوف عليه لوز في بعض المطاعم، اي نوع من انواع المكسرات، وده اختياري. الف هنا وشفا للي ياكل منه. كل اللي انا هعمله هعمل حاجه لطيفه كده بسيطه، نرسم الطبق. دي حاجه سبايسي كده، شطه كده جايه لي هديه من اسوان، انتوا عارفين بتوع اسوان بيحبوني وانا بحبهم. اهي بحطها دي تطرى مع السخونيه بتاعت الصوص ده كده، اللي حابب يجرب يجرب. نعمل السلطه بتاعتنا سريعا كده عشان مفيش وقت عندنا. مقاديرها على الشاشه يا استاذه رحاب. خس جزر،